تتمنى أن تستفيق. أن تستفيق من الغفوة والكبوة التي هي تتمنى فيه. والله كلنا أن تستفيق من سلوكها أن يعني أن تستعيد عافيتها وأن تستعيد إرادتها إرادتها السياسية. وخلي بالك الإرادة السياسية في جامعة الدول العربية هي منزوعة من الجامعة لأنها مؤسسة متبوعة إلى الدول. يجب إعادة بناء هذه المؤسسة من خلال القادة العرب. وأنا يعني أستبشر خيرا في مصر إن شاء الله. هي التي تستعيد يعني تستعيد بناء جامعة الدول العربية وتعيد البوصلة إلى الاتجاه الصحيح لبناء الأمة ووحدتها. وإن شاء الله رب العالمين نصلي جميعا في القدس إن شاء الله وفي كنائسها وفي مساجدها إن شاء الله. تدعونا كده إن شاء الله.